مشاهدينا، إذا ما زلنا متواصلين معكم، وصبيحة اليوم راح تكون يكون البلاطو خدماتي 100%. والآن راح نتحدثوا عن الحرائق، وأكيد اللي رانا نشوفوهم في عدة ولايات خاصة هنا في الغرب. وللتفاصيل أكثر سعيدة جدا باش يكون حاضر معي محافظ الغابات السيد رشيد فتاتي. الأستاذ رشيد صباحكم مبارك ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. مفتوحنا بسم الله الرحمن الرحيم. تحية عطيرة إلى كل المستمعين ومستمعات التلفزيون الجزائري بصفة عامة، وشكرا على الدعوة. شكرا أكيد أستاذ الأخت رشيد. حلق الغابات هذا موضوع، يعني الموضوع الساعة، حيث هناك تضافر جهود الجميع لمجابهة هذا الخطر. تم تسجيل في الآونة الأخيرة عدة حرائق على مستوى ولاية الغرب الجزائري، نذكر منها ولاية بلعباس بغابة عين البرد، حيث التهمت نيران الحرائق ما يفوق 67 هكتار. 67 هكتار. هناك حريق كذلك سجل في مدينة في ولاية مستغانم بمنطقة عين إبراهيم كذلك، حيث تهمت نيران يعني الحرائق هذه غابات يعني من أصناف مختلفة. تم تسجيل عدة يعني اندلاع لحرائق، وهذا راجع لأسباب يعني ارتفاع درجة الحرارة، وهذا بناء على النشريات الجوية يعني اللي نبهت يعني مسبقا من إمكانية حدوث يعني حرائق. احنا على مستوى ولاية وهران يعني بمعية كل الشركاء، خاصة بمعية جهاز الحماية المدنية، نحن على جاهزية. كاين خرجات ميدانية ربما بطبيعة الحال هناك، يعني نعمل على ان تكون هناك جاهزية تامة على مستوى الميدان. يعني لازم من يعني استغلال الأماكن والتموقع الجيد على مستوى المناطق الحساسة، وهذه تفاديا لوقوع او يعني انتشار الحرائق، وفي حالة يعني وقوعها لازم التدخل يعني في الحين. حسنا الأستاذ أكيد رشيد فتاتي، كنت سبق وأنك قلت لي أن ربما هذه الحرائق أدت النتائج أنها حرائق مفتعلة، ربما هي هيش مفتعلة ربما بالعاني، ولكن راجعة إلى أنه بعض العائلات اللي راهي تروح خاصة الأيام بعد العيد تروح تشوي وتنسى لو باربيكيو تاعها هكذاك شوية مفتوح، وارتفاع درجة الحرارة أكيد، فهذا ربما اللي أدى لكل هذه الحرائق. فربما يجب تكون هناك استراتيجية لمنع ربما هذه العائلات من زيارة هذا بعض الغابات. وش ربما أنتم كقطاع وش هي الأشياء ربما اللي عملتوا عليها لتفادي كل مثل هذه الحركات؟ يعني لحد الساعة يعني نحن نقوم بالعمل الوقائي كما ذكرت الأخت بمعية الشركاء من الحماية المدنية، وكذا كل الأسلاك الأمنية، يعني هناك عمل جبار يعني يقوم فيه بالميدان، إضافة إلى يعني بعض الجمعيات الفاعلة، نذكر منها جمعية شفيع الله، وكذا فيدرالية الصيادين يعني الممثلة في كل جمعية الصيد على مستوى ولاية وهران، إضافة إلى كل المديريات وكذا يعني المجتمع المدني. يعني ما يخفلكش الأخت أن هناك حس مدني يعني كبير، يعني حس مدني عالي يعني لمسناه يعني من عند مواطنين ومواطنات ولاية وهران بصفة عامة، وهذا استجابة لكل يعني التعليمات ويعني والنصائح اللي كنا سديناها سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي او عن طريق الحملات التحسيسية عبر القوافل التحسيسية اللي تجوب يعني المناطق الريفية المحادية للغابات، او عن طريق المعارض او المحاضرات او الحصص الإذاعية يعني اللي نبرمجوها مرة على مرة. يعني هناك تجاوب، وهذا الشيء اللي خلى يعني لحد الساعة الحمد لله، يعني نتمنى ان تواصل الامور على هذا المنوال، ان هناك يعني اندلاع الحرائق من الحمد لله، يعني كان يعني التدخل في الحين، إضافة الى كان هناك يعني تحكم ربما من خلال اكيد اللي راهم حاضرين معنا من الحماية المدنية، يعني نحييهم لبعض حين ان شاء الله راح نتحدثوا كذلك على المهام نتاعهم اللي راهم يقوموا بها مثلكم انتوما، لانه نقول انه هو مجهود جبار راه قائم من خلال قطاعكم. نقول كذلك استاذ انه درجه الحراره اللي راح تخل، لانه بعض الشباب راهم يديروا تخييم في بعض الغابات، وربما هل هو شيء ممنوع ولا راح تروح تكون معكم مرافقه؟ لو كان تكون هناك مرافقه من قطاع الغابات ولا اي قطاع اخر سيسمح لهم بالتخييم؟
بطبيعة الحال الأخت يعني درجة الحرارة هي مرتفعة كمان. أنا جيت معاكم شوية باش ما تقولوش بلي ما عندناش وين نروحوا. احنا فيما يخص التحضير للحمله من الوقايه من حرائق الغابات، يعني ما نقولوش حمله حرائق الغابات، يعني التحضير لحمله الوقايه من حرائق الغابات، هناك اجراءات يعني سلسله من الاجراءات اللي نقوم بها يعني بطريقه روتينيه. يعني عندنا الجانب الاول هو جانب تحسيسي، الجانب التحسيسي هذا على طوال السنه خاصة في إحياء يعني الأيام أو المناسبات الوطنية والدولية اللي عندها علاقة مباشرة بالغابات أو بالبيئة بصفة عامة. هناك يعني كما ذكرت حملات تصدير يعني على مستوى ولاية وهران، قمنا بتسجيل ما يفوق 55 ألف شتلة وتوزيع ما يفوق 5000 شتلة على مستوى المدارس المدارس يعني على مستوى المؤسسات التعليمية. هناك كما ذكرت قوافل تحسيسية قوم بها يعني مختلف الشركاء، يعني باش ما نذكرش الأسماء باش احتمال أنني ننسى ما نذكرش أسماء. هناك محاضرات، هناك يعني مقالات صحفية، هناك يعني لافتات، ما يخفلكش أنها يعني تحت إشراف سيد والي ولاية وهران تم يعني وضع 30 لافتة تحسيسية فيما يخص الوقاية من حرائق الغابات، إضافة إلى توزيع المطويات. كما هناك خطب على مستوى المساجد يعني اللي تضمن على الأقل في على وقت صلاة الجمعة يعني بعض المواعظ فيما يخص الوقاية من حرائق الغابات. هذا في الجانب التحسيسي. في الجانب الوقائي هناك أشغال وقائية تقوم بها محافظة الغابات في مخصص تهيئة وفتح خنادق النيران لطونشي بارفو، فتح وتهيئة المسالك الحراجية أو الغابية لوفرتي لاميناجمو دو بيست، إضافة إلى العمل الوقائي اللي تقوم بها مختلف المديريات من أشغال عمومية مديرية المصالح الفلاحية والبلديات فيما يخص وضع الأشرطة الوقائية على حواف الطرق ويعني على مستوى المستثمرات الفلاحية. هذا في الجانب الوقائي. الجانب التشريعي إضافة إلى القرارات الولائية الروتينية يعني اللي كل سنة نقوم بوضعها الإمضاء السيد والي ولاية الوالي ولاية وهران بما يخص فتح حملة حرائق الغابات وتحيين مقرر حرائق الغابات، تم إضافة مقررات يعني قرارات جديدة لتمنع التخييم داخل الفضاءات الغابية، تمنع الرعي الجائر داخل الفضاءات الغابية، تمنع ولوج ودخول المركبات داخل الفضاءات الغابية أو توقف المركبات بجوار أو داخل الفضاءات الغابية، إضافة إلى منع استعمال أدوات الشواء أو كل أداة قابلة للاشتعال داخل الفضاءات الغابية. هذه قرارات تم إمضاءها من السيد الولي وتوزيعها يعني إلى كل الإدارات المعنية خاصة الأجهزة الأمنية من جيش وطني شعبي، الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية، يعني تطبيق هذه القرارات الولائية، وهذا لتفادي على الأقل اندلاع حرائق. نعم، هي إذن قرارات نهائية يعني هي ممنوعة على كل الغابات هنا في مدينة في الغابات بطبيعة الحال كل يعني هكذا باش نوضع ربما المواطن في الصورة وما يخليش نفسه في موضع ربما في حرج، خاصة أنه على بالنا أنه هناك خرجات ميدانية كثيرة راهي تقوم بها مصلحة الدرك الوطني. وهل هناك ربما غرامات، هل هناك عقوبات تفرضوها ولا تعطيه فرصة أولى وبعد تزيدوا الفرصة الثانية؟ قررت يعني تمنع يعني هي صريحة، قررت صريحة يعني تمنع الـ 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 يعني مواقيت الشواء بصفة عامة، يعني لازم تطبيقها، لازم تطبيق حازم، وهذا تفاديا ل يعني نتائج لا يحمد عقبها. حسنا والله يعطيكم الصحة، لأنه على بالي أنه مسؤولية كبيرة أستاذ، خاصة أنه باش تقنع مواطنين ومع درجة الحرارة المرتفعة ومع أنه نعرفوا أنه هي عطلة والناس بزاف تبغي تجي لوهران تبغي تستمتع بأحلى الأماكن، ولكن نقولوا أنه الشواطئ راهي ما شاء الله عليها يروحوا يستمتعوا نهارهم في الشواطئ، وإحنا خاصة اللي تعرف رواج الغابات اللي مقابلة الشاطئ كما غابة مداخ هكذا ومجيت بوز الجار كامل، هادو اللي عندهم بعض الغابات اللي العائلات تقول لك انه نروح نجوز نروح نفطر في الغابه افضل ما نفطر في البحر. فنحن نقولوا فقط لازم تاخذوا حذركم، فالغابات للاسف رانا نخسروا غطاء نباتي كبير خلال السنوات الفارطه، ورانا نشوفوا انه هناك حرائق في جميع الولايات.
الولايات، في بعض الولايات من الشرق يعني كنا شفناها، وهي خلال هذه الايام استغان وتيارت. احنا نتمنوا انها ان شاء الله ما توصلناش لوهران، لحد الان الحمد لله ما كانش. اخت يعني احنا عندنا تم تسجيل 6 حلائق خارج حمله حرائق الغابات، عندنا 5 حلائق في شهر ابريل، وعندنا حريق في شهر مارس، وعدنا لحد الساعة 9 حلائق يعني اندلاع 9 حلائق على مستوى غابات وهران، يعني بصفة عامة غابة بوتليليس وغابة رزيو. الحلائق هذه يعني الحمد لله كان تدخل كما ذكرت سريع من عند أفراد أعوان الحماية المدنية وأفراد الغابات متمركزين في عبر أماكن متقدمة، وهذا يعني ضمان تدخل أولي. يعني المساحة الإجمالية المحروقة لحد الساعة هو 0.5 هكتار، يعني لحد الساعة 0.5 هكتار، يعني في 9 حلائق مسجلة. التوقيت يعني اندلاع الحلائق هو بين 12 زوالا إلى غاية الساعة 5 مساء بصفة عامة. الأسباب يعني بصفة عامة هي وهم هذا المبر يعني جون بروفيت لوكازيو على الأقل باش نمروا رسالة. نعم. يعني هناك ظاهرة إشعال العجلات المطاطية على بعض المناطق، يعني الاستفادة من الأسلاك يعني من بعد حرق العجلات المطاطية، وهذا ما يشكل خطر يعني خطر كبير، يعني خطر كبير يعني في إمكانية يعني انتشار الحرائق. يعني من هذا المنبر يعني حتى السجائر كذلك، السجائر شتنا الظاهرة، يعني أغلبية تاع الناس يكون خاصة يعني مستمعي السيارات يعني يكون يتدخن في السجارة ويرمي السجارة يعني بلا مبالاة. يعني هناك يعني نقص في الوعي في الحس المدني من هذا المنبر، يعني هذه يعني الظواهر يعني اللي قادر تكون سبب يعني في اندلاع. وهي اسباب تافهه استاذ، يعني كما تشوف انه سبب مثل هذا هو اللي يفعل يدير حريق كبير وتجيب من جراء خسائر كبيره. سجائر وشباب، حين نقولوا انه ربما هناك بعض الثقافه السياحيه اللي لازم مرات مش شباب، مرات تشوفي ناس يعني بالغين، يعني انا شخصيا يعني مرات نلقى ناس بالغين يعني شباب الحمد لله على مستوى ولاية وهران، لمسنا فيهم يعني كاين حس يعني وعي يعني وروح مسؤولية، ويعني عندهم يعني غيرة على الثروة الحيوانية والنباتية تاع الولاية. يعني من هذا المنبر احنا بصفة عامة باش نخصص الامور بصفة عامة، يعني ننصح يعني الناس يعني اجتناب اشعال العجلات المطاطية، وفي حالة يعني ملاحظة إشعال لحريق أو اندلاع لحريق يعني يرجى الاتصال بالرقم الأخضر لمحافظة الغابات 1070 أو بالرقم الأخضر للحماية المدنية، يعني اللي سهلوا لنا يعني التدخل هذه بصفة عامة. إن شاء الله أستاذ، أكيد أستاذ رشيد فتاتي والله نشكرك على كل هذه النقاط. إذا كنا نسينا نقطة مهمة، نقطة من النقاط ذكرنا بها، ذكرنا كلش أخت. يعني احنا رانا مسخرين يعني نفوسنا يعني وكل امكانيات اللي وضعتها الدوله تحت التصرف تاعنا، يعني باش نخدموا الساكنه ولايه وهران ونحافظوا على الثروه النباتيه والحيويه اللي هي ملك الشعب وملك الاجيال القادمه. يعني احنا قادرين نضحوا بالنفس والنفس يعني في سبيل يعني البلاد. بطبيعه الحال يعني الشيء اللي لمسنا اننا نشكر يعني لحد الساعه الحس المدني والوعي الكبير اللي شفنا عند الساكنه بصفه عامه، ونطلب يعني بتطبيق التعليمات، وهذا حتى ان شاء الله نفوتوا صيف بدون حلائق ونزيدوا يعني تكون وهران يعني عندها نزيدوها حله على حله، ويعني ونرحبوا بكل زعما الناس. نعم، بكل الزائرين مدينه وهران، وفوتوا صيف مليح هكذا بدون كوارث ان شاء الله يا رب. والله تشرفنا بك استاذ رشيد فتاتي محافظ الغابات، احنا نشكروك لانه رغم الانشغالات نتاعك الا انك قبلت ولبيت الدعوه استاذ، ونتمنوا ان شاء الله نتلاقاو بك في فرص واحد اخرين هكذا لك بحول الله تعالى، في فرص واحد اخرين ما تكونش هناك كوارث ان شاء الله، نبقاو دائما في هذه الوتيره. بارك الله في كل التوفيق لكم. شكرا شكرا. اذا يلا معليش الاستاذ راه مقلق لازم يروح، خليه تفضل استاذ لانه عنده موعد الان، موعد مهم جدا. يعطيك الصحه. اذا مشاهدينا الكرام يلا راح نخليكم مع هذا الفاصل الغنائي اللي مهدات لكم، ولا نعود بعد ذلك. تفضل.